الله. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون بعنوان Biochemistry of Cholesterol and Hypercholesterolemia. In this lesson, you will be familiar with list of objectives. حتنكون يعني specific. حنتكلم عن sort of cholesterol metabolism. حنحكي عن synthesis and metabolism of cholesterol. شلون يتم تصنيعه وشلون يصير الفيت مالته داخل الجسم. نتكلم أيضا عن نضي فكرة to understanding the role of serum lipoproteins, أنواع lipoproteinات اللي هي تعتبر vehicle for transporting الكوليسترول and the other type of lipid مثل الفوسفوليبيد والكوليسترول إستر and that sort of thing. أيضا حنتكلم be awareing about the كل شوي تطلع لي هاي النوتس عن أمد السماح للأنظمام للطلاب. I'll talk about also to be awareing about the type of heredity of hyperlipidemia. حتعرفون الأنواع أسبابها and to know why the LDL level could be increased with people who have familial hypercholesterolemia. So let's start. المين objectives of this lecture is will be focus on the synthesis of cholesterol. مثل ما تعرفون in general, الكوليسترول هو مادة مهمة جدا تدخل في تصنيع العديد من المواد الحيوية داخل جسمنا. هذه المواد قد تكون متنوعة تشمل مثل الفيتامين دي. خل أسوي سماح للانضمام للكل بلكي ما يسألني مارتلوخ. تشمل فيتامين دي البايل أسيد وأغلب الستيرويد هرمون كلها تصنع من الكوليسترول. لذلك الجسم يحتاج الكوليسترول بصورة كبيرة كلش. الكوليسترول نحصل عليه بطريقتين داخل أجسامنا. ممكن يكون عن طريق الغذاء والجزء الأكبر يصنع داخل أجسامنا. In general, the synthesis of cholesterol being with the transport acetylcholine enzyme from and within the mitochondria to the cytosol, and the rate-limiting step in the cholesterol synthesis occur at the 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme, or what is called the HMG coenzyme reductors. هذه تعتبر rate limiting steps of cholesterol synthesis. عملية تصنيع الكوليسترول تتكون من two different stages, mainly in three stages. هذه ال stages تشمل أولا تصنيع الميفالونات. الميفالونات الميفالونات يتم تصنيعها من condensing from two molecules of acetylcoenzyme. يعني تجي جزيئتين من ال two acetylcoenzyme يصير لها condensing تكثيف حتى يصنعون من عندها الميفالونات. هذه العملية تم تحت تحفيز انزيم خاص بها يسموه ال cytosolic thiolase enzyme. next راح تجي molecules ثالثة من الأسيتال كوينزيم A يصير لها condensing ويا الجزيئتين السابقة بواسطة انزيم ال HMG coenzyme synthesis to form ال HMG coenzyme A. This sequencing of the reactions in the cholesterol synthesis is similar to the serum synthesis of ketones body. هو نفسها ما يحدث في الكيتونز تصنيع الكيتونز body اللي يصير بالميتوكوندريا. فقط الاختلاف إن الكيتونز body يصنع بالميتوكوندريا بينما الكوليسترول يصنع بالسيتوسول. The next step here إنه عملية catalyze by
انزيم اخر هو ال HMG reductase. This enzyme uses two molecules of them, NADPH, and converts ال HMG coenzyme to mevalonate. هذه تعتبر rate limiting steps, الخطوة المحددة لتصنيع الكوليسترول. لذلك تعتبر واحدة من ال regulation steps اللي ممكن يسيطرون من خلالها أو تستخدم للاستهداف من خلال الأدوية للناس اللي يصير عندهم خلل بتصنيع الكوليسترول أو زيادة أو فرط أو ما يشابه ذلك. خطوة تصنيع الـ HMG، خطوة تصنيع الـ HMG مثل ما قلنا إنه هو خطوة مشابهة جدا للكيتونز بودي ساينثيسيز. الفرق الوحيد انه خطوة الكيتونز بودي سيب الميتوكوندريا، وانه الميفالونات بعد تصنيعه الHMG بعد ما يتحول الى الميفالونات باي الHMG ريدكتاز راح يكواير يتطلب الناد بي هيج اللي يعتبر كوفاكتورز and two molecules of NADPH at consume during the conversion of NAD HMG coenzyme to mevalonate. هذه لازم نخليها كل شبالنا. الستيج الثانية، المرحلة الثانية من تحضير الكوليسترول هي الformation of الايزوبرونيد unit by decarboxylation of الميفالونات. الميفالونات حيصير له عملية فوسفوريليشن، يعني وهب مجموعة فوسفيت من مجاميع الـ ATP، and subsequently بعدها إزالة لديكاربوكسيليشن to form حتى يتكون شكل يسموه الـ 5-carbon isoprene unit. هذا يرمز له بالIPP. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة راح تكون formation of سيكوالين. السيكوالين هي عملية condensation أيضا تكثيف لـ 6 isoprene unit، يعني 5 جزيئات من الIPP راح تكثف على مدى تكون لي السيكوالين. هذه راح يتم تكثيفها عن طريق losing of their الفوسفيت، تفقد جزيئات الفوسفيت مالتها جروب 2 يلايدنج لإنتاج السيكوالين. طبعا السيكوالين عبارة عن مركب هيدروكربوني متكون من 30 كربون أتوم، راح يتكون من خلال سحب مجاميع الفوسفيت من عنده. الستيج الرابعة هي يصير عملية cyclizations اللي هي عملية إنه يصير cycling، يعني تدوير أو تحليق، يعني بدل ما كان سلسلة هيدروكربونية طويلة يسووها على شكل مركب حلقي، السيكوالين to الإينوسيتور. هذا السيكوالين undergoes راح يعاني a series of complex enzymatic reactions in which a linear structure بعد ما كان مركب linear يعني مستقيم is folded and cycles ينطوي ويصير حلقي to form the steroid nucleus حتى يكون النواة الحلقية للستيرويدات of الكوليسترول. الستيج الفايف اللي هي stage الformation of الشكل النهائي للكوليسترول from lanosterol اللي هي conversion of enosterol to cholesterol which is a multi-step process، تعتبر خطوة أو عملية متعددة الخطوات resulting in أول شيء راح يصير shortening، إنه إذا تذكرون من السيكوالينج الحلق اللي كان عبارة عن 30 كربون ذرة كربون حيصير فقدان لثلاث ذرات كربون يتحول إلى 27، تشمل أيضا steps of removal 3 methyl groups at C4 يصير migrations هجرة من الدبل bond from C8 to C5، ويصير reductions
of the one double bond between C24 to C25 by NAD pH. فهذه هي الستيج 5. إذن الكوليسترول ممكن يتكون بخمس مراحل مهمة جدا تشمل من بداية الكوندنسينج اوف اسيتال كوانزيم اي الى تكوين الشكل النهائي للكوليسترول. هذه الخطوات تشمل الجينوفا ساينثيسيس اوف كوليسترول. هذه هي ما يمثل تصنيع الكوليسترول داخل اجسامنا، لانه الكوليسترول اكو نسبه من عنده تؤخذ عن طريق الغذاء، النسبة الأكبر هي تصنيعها، لأن إحنا قلنا إنه الجسم يستفاد كلش من عنده، يحتاجه إلى دور كبير بكل السيل ممبرين بتصنيع الفيتامين دي، بتصنيع البايل أسيد، بتصنيع الستيرويد هرمون. لذلك كل أنواع الخلايا لها القدرة تحتوي على كل أنواع الإنزيمات المصنعة للكوليسترول فتجري عملية تصنيعه. مثل ما شفتوا انه عملية تصنيع الكوليسترول عملية معقدة جدا، عملية طويلة جدا، عملية تدخل بها الكثير من الانزيمات، العديد من الخطوات من ذكرتها اني خلال هذه المحاضرة ذكرتها على شكل مراحل. الصراحة هي خطوات تتجاوز 20 خطوة، انا ذكرتها على شكل مراحل اختصارا لكم، لانه يعني حضراتكم يعني ما مطلوب من عندكم انه افوت وياكم بالديتيلز وبالستراكشرز اوف المركبات، واطلب من عندكم تحفظون كل انواع الانزيمات والجينز وهالاشياء اللي داخله بالعمليه. اختصرتها الصراحه هي عمليه جدا معقده. قدره الله سبحانه وتعالى رغم كل التعقيد خلت انواع كثيره regulations للجينوفا سينثيسيس اوف كوليسترول. رغم هذا التعقيد لكن اكو داخل اجسامنا الكثير من وسائل السيطره على تنظيم تصنيع هاي الكوليسترول. اول وحده هو الاتش ام جي كوانزيم ريدكتاز اللي يعتبر مثل ما قلنا rate limiting enzyme كوليسترول biosynthesis، اللي يعتبر subjected to different kind of metabolic control. هذا راح يصير له control عن طريق أولاً negative feedback. الفيدباك لمستوى الكوليسترول داخل الخلايا ممكن يسوي inhibitions لتحوير الميفالونات، بالتالي يسوي repress للsynthesis of the HMG coenzyme reductase. هذا أولاً. أو it is also repressed by bile acid or bile side. إذا متوفرة بكميات كلش كبيرة راح تنطي negative feedback فتثبط من decreasing the cholesterol synthesis. هذه أول خطوة. خطوة أخرى من عمليات التنظيم regulations of de novo synthesis of cholesterol هي hormonal regulations. الكل يعرف أن cholesterol synthesis is increased by insulins and thyroid hormones. ذول الاثنين أتومي يسيطرون على تصنيع الكوليسترول، and decreased by glucagons and glucocorticoid by stimulating and inhibiting the HMG coenzyme reductase enzyme respectively. أيضا أكو نوع خاص بالnutrition regulations، يعني كل ما الإنسان يأخذ heavy meals بها high calories تحتوي على دهون هواية أكيد راح يصير في نوع من ال suppressors the synthesis of the HMG reductase and the livers. فتنطي فد نوع من ال regulations للكوليسترول داخل أجسامنا. زين. بما إنه الكوليسترول هو نوع من أنواع الفات، والفات هي مركبات هيدروفوبيك كارهة للماء، ما تقدر تتحرك داخل blood circulations لوحدها، لذلك تحتاج إلى blood circulations، يعني تحتاج إلى vehicles داخل blood circulations. هذه blood circulations in general stood up by lipoproteins، عبارة عن globular proteins consists of hydrophobic cores
of such as a triglyceride or cholesterol ester, surrounding by hydrophilic cone like proteins or phospholipid and cholesterol. الابوبروتينز الجزء البروتيني يسموه الابوبروتين هذا هو موجود بالسيرفيس اوف الليبوبروتينز هذا هيلب تو سوليوبلايز ذا ليبيد اند تارجت ذا ليبوبروتين تو ذا كوركت تيشو يستخدم كسيجنال كاشاره ك ك خلينا نقول شنو كليجند للتعرف على المكان اللي يتوجه اليه او المفروض يتوجه الى الليبيد الحامل للليبوبروتين هذه الليبوبروتينات تصنف على أساس الهايدريت دنسيتي على أساس يعني قابليتها للهايدريشنز فتصنف إلى هاي دنسيتي ليبوبروتين low density lipoprotein and very low density lipoproteins وparticles لوحدها تسمى الكيلومايكرونز سنجي نحكي على واحدة واحدة من عندهم نبدي بالجايلومايكرونز وين تصنع نتكلم عليها نتكلم على مسؤولة عن أي نوع من نقل الدهون وشنو وظيفتها داخل أجسامنا قبل أن ننتقل إلى هذا الجزء الجايلومايكرونز مو تصنع بال small intestine بعدني ما حكيت انه هي وين تصنع وشنو وظيفتها بعدني نعم بس انتظر علي اكمل خصائصها العامه طبعا كل انواع الليبوبروتينات تختلف بالبروتين كومبوزيشنز مالتها يعني احنا قلنا انه الليبوبروتينات بتكون من جزء بروتيني وجزء دهني هسه اغلبها قد تتشارك بنقل بنقل الكوليسترول بنقل التي جي بنقل الفوسفوليبيد لكن الجزء البروتيني تختلف به ان شاء الله المحاضره الجايه راح نتكلم بالتفصيل عن انواع الابو بروتين اللي موجوده بكل نوع من الليبوبروتين يعني عندنا الابو اي الابو بي الابو سي الابو 48 الابو هذه الابو اللي هو الجزء البروتيني الموجود بكل ليبوبروتين يختلف من نوع إلى آخر إذن نخلي بالنا إنه الجزء البروتيني البروتين كومبوزيشنز بكل ليبوبروتين يختلف من نوع إلى آخر أيضا هذه الليبوبروتينات تختلف بالسايز تختلف بالدنسيتي تختلف بالسايت أوف أورجن وتختلف بنقلها بوجهتها يعني من تروح منين تجي بنقل الفات اللي هي متخصصة به حتى نسوي classification based on electrophoric mobility هذه الليبوبروتينات تختلف بالالكتروفوريسز يعني خاصية انتقالها بواسطة electrophoretic يسموه field بتسليط مجال كهربائي عليها لذلك يمكن فصلها من خلال هذه الخاصية ما أطرق لها كل شيء وإن شاء الله بالمختبر نتكلم عليها لأنه تفيدنا بفصل الليبوبروتينات ومعرفة مستواهم وتراكيزهم هسه نجي نحكي إن شاء الله على كل وحدة كل نوع من متكونة ومن يعني من لوين تروح بالنسبة للجايلومايكرونز تصنع بالإنتستينيال ترانسبورت دايتري تريغليسيرويد مسؤولة عن قلنا أنه هي تصنع بالإنتستين تنقل التريغليسرايد اللي جاي من الأديبوس تيشو وتستهدفه توديه للليفر على مود يتم عملية هضمه أو إذا كان زائد عن الحاجة ممكن يصير لعملية خزن التريغليسرايد as this target tissue triglycerides are hydrolyzed by a lipoprotein lipase تعرفون انه مثل ما تعرفون انه التريغليسرايد هو يعتبر يعني جزء سمبل من الليبيد يعني مو ذيش القوه مثل الكوليسترول يحتاج عمليه ميتابوليزم طويله عريضه فممكن يتم عملية الهيدروليز إلى بواسطة الليبوبروتين لايباز on the surface of the cell and releasing the fatty acid
which is could be taken either for metabolize or for generation energy. رأسا مباشرة يتم الاستفادة من الأمينو أسيد عفوا الفاتي أسيد اللي موجودة بالتي جي للتحلل أو لتصنيع أشياء تستفاد من أدها الخلية أو لإنتاج الطاقة مباشرة يعني حسب احتياج الخلية. بعد الجايلومايكرونز نحكي على الـ Very Low Density Lipoprotein. الـ Very Low Density Lipoprotein هي الشكل الثاني من اللايبوبروتينات which is act as a carrier for endogenous LTG mainly transport LTG أيضا تنقل الـ triglyceride بس تنقله من تنقله من الليفر تنقل طبعا تي جي وكوليسترول ايضا وفوسفوليبيد ايضا تنقله الى تو اذر تيشو فتنقل من الكبد الى بقيه ال الاذر تيشوز وير اللايبوبروتين لايبيز هيدروليز التي جي اند ريليز الفاتي اسيد فور ابتيكس الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين ريمننت يسموها ما تبقى من عندها هسه الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين خلي شوي نجزئها مثل ما قلنا تطلع من الكبد تروح لبقيه انحاء التشوز حامله الها بعض المكونات الدهنيه اللي هي ممكن تحتاجها لصناعه اشياء خلينا نقول هي تريد تستفاد من عندها هسه هو وبالطريق الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين التي جي اللي حامله ممكن يصادف اللايبيز يحلله اوكي فخلص من اللايبيز الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين اذا تخلص من جزء من التي جي راح يتغير اسمه راح يصير انترميديت دنسيتي لايبوبروتينز اوكي هذا الانترميديت دنسيتي لايبوبروتينز اذا صار من عنده ريموفينج للكوليسترول استرز ايضا راح يتغير اسمه راح يصير لو دنسيتي لايبوبروتينز هذا اللو دنسيتي لايبوبروتينز يكون حاوي على الكوليسترول يعني ما تبقى من الكوليسترول عفوا الكوليسترول ممكن يروح يبقى حامل ل عفوا اللو دنسيتي لايبوبروتين يبقى حامل للكوليسترول الى بقيه انحاء الجسم يعني للتشوز الزائد هسه اما يستقبل الخلايا تستقبل لصناعه يعني تستقبل اللي تستقبل هذا الكوليسترول لصناعه اشياء هي محتاجتها او ممكن في عمليه معاكسه يرجع الى الكبد للتخلص من عنده وعمليه يعني تحدث عمليه الفيتنج له. اذا الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين اكت از ا كارير فور اندوجينيوس تي جي which is transports mainly تي جي synthesis in the hepatic cell from the liver to the extrahepatic tissue. هاي اللي نخليها ببالنا. Low density lipoproteins هي جزيئات rich in cholesterol and cholesterol esters. يسموها الباد كوليسترول. ليش يسموها الباد كوليسترول؟ لأن جزء البروتيني بيها قليل. الجزء الأكبر يكون جزء كوليسترول. لذلك يسوي عملية delivering للكوليسترول to extrahepatic tissue. لذلك الله سبحانه وتعالى خصص من دون كل انواع اللايبوبروتينات اللو دنسيتي لايبوبروتين لها ريسبترات خاصه بها اذا حدث خلل بهذه الريسبترات هي اللي راح تكون المسؤول الاول عن الهايبرليبيديميا او الهايبركوليستريميا وعادة عادة إن شاء الله هسه خلال المحاضرة حنا نحكي على التركيب الأغرب من الخيال على هالريسبتر وطريقة تصنيعه وطريقة هندسته وأني متأكدة إنه أنتوا راح تقولون سبحان الخالق المبدع على هالتصنيع هذا اللو دنسيتي لايبوبروتين راح يصير له ريجوليت للكوليسترول سينثيسيز إن إكسترا هيباتيك تيشو as a cholesterol derived by low density lipoprotein to the cell inhibit by الانزيم ال HMG reductase اللي يعتبر مثل ما قلنا rate limiting enzyme for cholesterol synthesis هسه نجي عليهم واحده واحده ان شاء الله على مود الصوره توضح اكثر وياكم زين نكمل فقط الانواع النوع الرابع هو الهاي دنسيتي لايبوبروتين
اللي يصنع synthesis in the blood and يكون حامل للكوليسترول from the cell membrane converting into the cholesterol esters. هذا ينقل من كل الخلايا رجع للكبد، فهذا يسموه good cholesterol لأنه يخلص الخلايا من كل الكوليسترول الزائد عن حاجتها، يودي للكبد على مود يسوي metabolize ويخلص يخلصها من عنده، فبالتالي يمنع تراكم الكوليسترول بها. Some of the cholesterol ester are taken are then taken or transferred to a very low density lipoprotein. مرات مو شرط مباشرة يودي لل شو اسمه للكبد على مود يتخلص من عنده، ينطي جزء من عنده very low density lipoprotein للاستفادة. فمرات يعني العملية تكون مفيدة لأنه يوزع بطريقة شلون نقول متساوية ومتعادلة. طبعاً الـ high density lipoprotein عند يسموه السكافنجر has a scavenger action. السكافنجر هو المزيل للضرر. إحنا مو قلنا low density lipoprotein يسموه bad cholesterol، هذا يسموه good cholesterol. يسموه good cholesterol وبنفس الوقت يسموه scavenger the body cholesterol and the blood vessel wall by reverse cholesterol transport، لأنه يجمع من عندهم شكو كوليسترول زايد عن حاجتهم يودي للكبد لإعادة هضمه يعني أو التخلص من عنده. الـ HDL يحتوي على أنواع مختلفة من الأبوبروتينات، واحدة من عندها الأبو أي اللي والأبو إي. طبعاً الأبو إي يسوي competing with the compound binding site of one of the membrane of the prevent internationalizations of low density lipoprotein cholesterol in the smooth muscle cell of the artery walls، وبالتالي يمنعها من أنه تدخل وتؤدي يعني تسبب بعملية حدوث الأوكسيدازيشنز وحدوث الفوم سيل وبالتالي حدوث الخثرة وتسبب بالأثيروسكلوروسيز وهالأشياء. أيضاً الهاي دنسيتي لايبوبروتين كونتريبيوت أدها نوع من الأبو سي والأبو إي. هذه الأنواع من الأبوبروتينات لها دور ب تصنيع وحذف الانزيم مال لايبوبروتين لايبيز اللي موجود ب اللي يقوم بتحليل عفوا يقوم بتحليل الجايلومايكرونز التي جي الموجود بالجايلومايكرونز. ايضا الهاي دنسيتي لايبوبروتين يسوي ستيمولييتنج للبروستاغلاندين سينثيسيس باي الاندوثيليوم سيل. هذه البروستاغلاندينز بطبيعتها مسؤولة عن الـ inhibitions of the platelet aggregations and thus the high density lipoproteins يكون مسؤول عن الـ preventing the thrombosis formations. The high density lipoprotein also help in the removing of the microphage from the artery walls. وأكو نوع من الـ high density lipoproteins containing ApoD. هذا يكون its functions عند وظيفة خاصة as the cholesterol ester transfer proteins as transferase from high density lipoprotein to very low density lipoprotein with low density and the glycomicrons. طبعا هذا صراحة أقول لكم شيء بس ما تقومون تضوجون من النساء ال HDL3 اللي يحاوي على الأبو دي موجود عند النساء فقط ما موجود عند الذكور، لذلك يقول يعني يقال أنه هو السبب الرئيسي بعدم إصابة النساء تحت سن 50 أو 55 بجلطات. هو مو موجود عند الذكور بعد السن 50 أو 55 ممكن يقل تصنيعه فممكن تصاب بالجلطات النساء، لأن هو يساعد على يعني نوع من أنواع البروتينات تصنيع نوع من أنواع البروتينات اللي تقوم بعملية نقل الكوليسترول وتوزيعها من الـ HDL إلى بقية الجايلومايكرونز عفوا إلى بقية البروتينات. إذا ممكن عندي سؤال زين شنو راح يصير من الـ HDL أو يعني أي شيء يعني عموما الـ HDL3 أو أي HDL ثاني
ينقل لنا two or three. اي نعم ينقل لنا الكوليسترول الى VLDL او LDL. شنو راح يصير؟ شلون ممكن تقعد من هاي؟ مو هي هذه حركتها عكسيه. انت تلاحظ الفرق انه هذه حركتها عكسيه. الهاي دنسيتي لايبوبروتين دا يجمع من الخلايا دا يودي للكبد، بينما دي شده تنقل من الكبد الى بقيه انواع التشوز، يعني الى بقيه الهاي، فدا تصير حركه عكسيه. هاي الحركه العكسيه ممكن تساعد بتنظيم مستويات الدهن بالدم، يعني تنطي اكثر، تكون اكثر تنظيما. أوكي. يعني انا اعرف انه الفيري لو دنس لايف بروتين واللو دنس لايف بروتين نقلا من الليفر للتيشوز ممكن يودنها للبلد فيسل يسوون اثيروسكلروسيس، لكن شنو المعنى من انه الاتش دي ال ينطيهن، يعني من ينطيهن الكوليسترول؟ ينطي جزء من حمولته. اي ينطي جزء من حمولته، يعني هم راح يودنها للفيسلز ممكن يسوون عندنا اثيروسكلروسيس. لا، هو شو وقت ينطي جزء من حمولته؟ ينطي جزء من حمولته لما هي تكون ما عندها شيء، مو يثقل عليها، لما هي تكون في طريقها ما عاد هذيك الحمولة. المستقبل هذا الأبو جي اللي هو راح يحدد هاي الوظيفة إن شاء الله. إن شاء الله المحاضرة الجاية راح أوضحها أكثر، بس لو تصبر علي، لأنه هذه خصائص يعني خصائص محددة بالأبو بروتينز اللي مثل ما قلت عليها A و B و D و C، وعندنا السي انواع وعندنا البي انواع ال 48%. فهاي شوي ان شاء الله يعني نتوسع بها المحاضره الجايه. تمام تمام دكتوره، ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. الله يخليك. هسه اتناولنا جزء كبير من هذه، من الترانسبورتنج للكوليسترول. قلنا الاغلبيه، نحاول انه نلخصها. الجايلومايكرونز حتنقل من الأمعاء إلى الليفر، تنقل التي جي المهضوم. الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين والأقل من عدها راح تأخذ من الكبد إلى بقية الأجزاء، وبطريقها يعني بقية التشوز، وبطريقها راح تتم عملية هضم لأجزائها شوية شوية. الهاي دنسيتي لايبوبروتين لا، راح يكون بالعكس، حتنقل من كل انواع التشوز تودي للليفر، اذا زايد على مود يصير له عمليه الميتابولايز. هسه هذا ما يخص شو اسمه، هذا المخطط. هذا المخطط يشمل مسار اللايبوبروتينات. لو حبينا نبدي من الانتستينيال اللي هو هذا الجزء الاسطواني اللي صاير يمين الفيجرز. لو اسوي الشومود اعتقد يصير افضل. يمين الفيجرز الانتستينيال حيجي من عندها التي جي. اول ما حيستلمه حتستلمه الجايلومايكرونز. الجايلومايكرونز اللي هو بالخط الاخضر خلال مسارها راح تتعرض الى اللايبيز. هذا اللايبيز انزيم اللايبيز راح شلون يسوي هيدروليز لجزء من التي جي. ما تبقى من الجايلومايكرونز راح يسموه الجايلومايكرونز ريمينانس، يعني المتبقي. هذا ممكن يدخل إلى الكبد ويصير عملية هضم لما تبقى من الدهون بالجايلومايكرونز. أوكي؟ زين. ما تم تصنيعه داخل الكبد من كوليسترول، فري كوليسترول بولز، راح يطلع من الكبد عن طريق الفيري لو دنسيتي لايبوبروتينز. هذه الفيري لو دنسيتي لايبوبروتينز، مؤشر وين راح، هذه الفيري لو دنسيتي لايبوبروتينز ممكن تطلع خلال طريقها. هسه نتكلم عن اكو اشاره هي جوا، يعني مثل القلم، يعني تقدر تستخدميها كمؤشر تصور. الزاويه السفليه اليسرى هذه، اي نعم. عرب هسه وضحت؟ لا، ماكو في شيء يتحرك يمي. فين؟ هذا؟ لازم تضغطين عليه أو شيء. شيء. هسه يمي دا يتحرك. أصور لازم تكتبين يعني أو يعني تأشرين أو شيء، يعني نقرين. هذا؟ أي نعم. هسه شخبط. نقدر نتبع يعني على الأقل. أوكي. راح أعيد. هسه هذه الانتستينيال اللي طلع من عندها خلينا نقول التي جي.
راح يكون اول واحد مسؤول عن نقل التي جي اللي طلع من الانتستينال هو الجايلومايكرون. الجايلومايكرونز بطريقها هي ورايحه متوجهه للكبد، راح يقابلها جزء اللايبيز، انزيم اللايبيز راح يهضم جزء من التي جي. ما تبقى من محتوى الجايلومايكرونز يعني ما تحمله من دهون، هي وما تحمله من دهون راح يسموه جايلومايكرونز ريمننت. هذا الريمننت يعني ما تبقى من الدهون راح يدخل الى الكبد ليتم عمليه الهضم. زين، هسه انا داخل الكبد، داخل خلايا الكبد، صار عندي موجود عندي خزين للدهون بكل انواعها. فالدهون اللي تطلع من الكبد منو راح يحملها بالجزء الاساسي؟ راح يحملها الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين. هذه الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين بمسارها الخط البرتقالي، عفوا ناو خلي ارجع بمسارها البرتقالي الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين هي وماشية. إذا صار بيها هضم لجزء من التي جي مالتها أيضا باللايبيز، تفقد جزء من هذه الدهون، فبدل الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين راح تتحول إلى لو دنسيتي لايبوبروتين. اللو دنسيتي لايبوبروتين أيضا من يرجع إلى الكبد عن طريق يستقبل الكبد بريسبترات خاصة به اللي هو لايبوبروتين، اللو دنسيتي لايبوبروتين ريسبترز، هسه حنحكي عليه ان شاء الله. محتوى الخارجي المحتوى من الدهون راح يدخل الى الكبد على مود يهضم. زين، انا عندي دهون موجودة بالانسجة الاكسترا هيباتيك تشو، هذه الدهون اللي موجودة اكسترا هيباتيك تشو راح حتى من يرجع لي اياها للكبد راح يرجع لي اياها الهاي دنسيتي لايبوبروتين. المفروض يرجع لي اياها الهاي دنسيتي لايبوبروتين. فشكو دهون جايه من التشوز يرجع لي اياها الهاي دنسيتي لايبوبروتين بطريقه الى الكبد على مود يقوم بعمليه هضمها. هذا في شيء مختصر الها. زين، هسه انا اريد اوصل وياكم هذه حكينا عليها انه الترانسبورت اوف دايتري كوسترول فروم انتستينال، هذه اعتقد كلها وضحناها، هو نفس الكلام اللي هسه كنا نحكي عليه. البلود كوليسترول النورمال توتال بلازما كوليسترول، طبعا النورمال رينج المفروض ما تتجاوز بتوين ال 150 الى 200. مستوى الكوليسترول المفروض ما يتجاوز بين 150 الى 200 ملي جرام بير ميل. هذا الكوليسترول موجود بشكل اما 3 او بشكل استر فورم. يعني الكوليسترول موجود عندنا بشكلين، موجود فري كوليسترول، موجود استريفايد فورم. هسه هذا الاستريفايد معناته انه مجموعه الهيدروكسيد اللي موجوده بالبوزيشن 3 عدسه الكربون 3 مال الكوليسترول محطوطة لها مجموعة إستر، وهذه مجموعة الإستر تسبب أنه يعني تغير شكل الكوليسترول إلى الإسترفايد كوليسترول. 70% من الكوليسترول هو إسترفايد. هسه لو واحد يسأل، أو 30% أكيد هي تبقى فري كوليسترول، لو واحد يسأل ليش ما يبقى الكوليسترول فري؟ ليش يتحول إلى إسترفايد كوليسترول؟ حتى الكوليسترول يصير له تعبئة to be packed within the lipoprotein it should be esterified. اوكي، كل انواع اللايبوبروتينات ما تقدر تشيل، هي شلون ترتبط وياه؟ ترتبط وياه لما يكون مركب قطبي، هو الوحده مركب غير قطبي، فحتى يسووه قطبي يعني اقصد يعني سبحان الله اللي خلى هالخلقه، حتى يحولوا الى مركب قطبي قابل للترابط يصير لعملية esterified. ف to be packing within the lipoprotein يصير عملية esterified للكوليسترول. بالنسبة للgood cholesterol والbad cholesterol هذه تكلمنا عليها، low density والhigh density، وليش كل واحد يسمى بهذا الاسم. زين، الفيت للكوليسترول، ورغم افتهمنا انه الكوليسترول
تصنيعه وشون دا يصير الريجوليشنز و وين دا يتوجه وشون دا يصنع. لازم نعرف انه اوكي هسه هو تكون بجسمنا والنقل وبعدين وين راح يروح. الميلي ميلي الى ثلاث وجهات. الكوليسترول اما يستفاد من عنده بتصنيع الستيرويد هرمونز او بتصنيع البايل اسيد او بتصنيع الفيتامين دي. غير هذني الثلاثة ما أقدر أستفاد من عندك شيء. تمام؟ هذا ملخص لهذا الفقر. زين. سلفيت أوف كوليسترول بالنسبة للنباتات بالنسبة للنباتات عفواً بالنسبة لل يعني الهيومن تشو ممكن يصير له conversion to CO2 ممكن يحول إلى البايل أسيد ممكن يحول إلى الستيرويد مثل ما قلنا ممكن يحول إلى السفن هيدرو دي هيدرو كوليسترول وبعدين يستفاد من عنده لتصنيع الفيتامين دي وممكن يستفاد من عنده بصناعة الستيرويد هرمون مثل الأندروجين الأستروجين والبروجسترون. هذه كل واحدة لها مسارات خاصة بها. زين نجي نحكي على الهايبر كوليستريميا. بما أنه المستوى إذا عبر الميتين أو المية وثمانين الشخص راح نسميه هايبر كوليستريميا. هذه الهايبر كوليستريميا إلها قبل لا تصير إلها ريس فاكتورز. هذه الريس فاكتورز من الطبيعي هي عوامل راح تؤدي إلى هذا المرض. In general الهايبر كوليستريميا ممكن تكون ناتجة عن الديابيتس ماليتس. أغلب البيشنت اللي يكونون مصابين بالديابيتس ماليتس وعدم انتظام بالاستفادة من الكربوهيدرات بإنتاج الطاقة راح يصير لهم ديسليبيديميا لأنه راح يعتمدون بالدرجة الأساس على الدهون لإنتاج الطاقة. هذه الديسليبيديميا راح تسبب abnormal distributions and depositions للليبيد الموجودة بجسمهم لذلك يكونون معرضين إلى الهايبركوليستريميا. هذا السبب الأول. السبب الثاني الهايبوثيرويديزمز. الهايبوثيرويديزمز هايبو بليز يعني have a look. الهايبو اللي هو خمول الغدة الدرقية إن شاء الله بالمرحلة الثالثة راح نطلع عليها بصيغة يعني أوسع. الثايرويد جلانز وهرموناتها مسؤولة بالدرجة الأساس على الميتابوليزم بكل أنواعها. هذه أي خلل بالهايبوثيرويديزمز راح تسبب ديسليبيديميا وبالتالي هايبركوليستريميا. بالدرجة الأساس راح يصير degrees in the synthesis of 7 alpha hydroxylase اللي هو required for the conversion of cholesterol to bile acid. راح يسبب تراكم كوليسترول يتراكم إذا hypercholesterolemia. Obstructive jaundice اللي هو الخلل اللي يصير بالكبد due to degrees in the secretions of cholesterol to bile. والfamilial hypercholesterolemia اللي هو genetic disease اللي يصير بسبب خلل ب الfunction of اللو دنسيتي لايبوبروتين ريسبتورز واللي هسه حاليا ان شاء الله حنحكي عنه. هذا الريسبتورز المفروض يكون مسؤول عن الانهبيشن اوف ذا فيدباك اوف ذا كوليسترول سينثيسيز. الخلل هسه راح نشوفه وين راح يصير. طبعا ميلي لو حدثت الهايبركوليستريميا ميلي اللي راح يصير هو اثيروسكلروسيس كورونري هارت ديزيز myocardial infarctions يعني in general كل أنواع الإسكيميا وأنواع الهارت ديزيز. هذه in general تعتبر slowly progress disease long term action ما تظهر بيوم بيومين لأنه ناتجة عن تراكمات تأخذ وقت يلا تظهر. لذلك أكو احتياطات لازم تنأخذ. أكو مراقبات للمستويات الدهون وللريس فاكتور اللي ممكن الانسان يعاني من عدهم. فان جنرال لو ردنا حبينا يعني نعرف الاثيروسكلروسيس is a slowly progress disease large to medium size of muscular arteries and large elastic artery characteristic by evaluate
focal anti-mol fibrofatty blocks, major risk factor for cardiac disease, have been discussed earlier. A risk factor for developing atherosclerosis, age, positive family history, smoking, diabetic, hypertension, and hypercholesterolemia. Low density lipoprotein is a rule كلش كبير بالاثيروسكلروسيس عن طريق ما يسمى بالليبيد بيروكسيديشنز. الليبيد بيروكسيديشنز اللي هي عمليات الاكسده اللي تصير للدهون اللي يحملها اللو دنسيتي لايبوبروتين. ليش بالذات هالنوع من الدهون؟ لانه هو اكثر انواع النواقل حامل لهذه الدهون. مثل ما قلنا low density قليل الكثافة كثير الدهون. قليل الكثافة يعني قليل الكثافة البروتينية، البروتين مالته قليل، الدهون هواية، لذلك هو معرض للأكسدة أكثر من غيره من أنواع الدهون. فهذا يكون attract المايكروفيج. subsequently هذه الدهون من تتأكسد طبعا راح تسبب لي تكوين الفري راديكالز، تكوين الرياكتيف أكسجين سبيسيز، كل شيء هواية مشاكل راح تكون سبب بتكوين الفوما سيلز، راح تسوي بروموشنز خطوة ورا خطوة، راح تسوي ديبوزيشنز اندر الاندوثيليوم سيلز، راح تدخل تسوي بنتريتنج للاندوثيليوم سيلز، يعني تغير النفاذية وتحشر بطبقات الأنسجة وتزيد الأكسدة، وبالتالي تنخر الأوعية الدموية وتسبب الخثرة وهالأشياء. لذلك low density lipoprotein undergoes oxidation when it's exited by the free radical releasing from the endothelium cells راح تسبب لي مشاكل الاثيروسكلروسيس، وبالتالي راح تقود إلى الثرومبوسيس. زين، شنو علاقة الـ relationship between الكوليسترول and the other lipids as a risk factor for coronary heart disease؟ مثل ما قلنا كل أنواع الليبوبروتينز إلها علاقة بالأثيروسكلروسيس، سواء كانت الليبيد أو الليبوبروتينات هي نفسها بحد ذاتها. فنجي واحدة واحدة عليها. إذا كان الكوليسترول فهو يعتبر الـ primary risk factor. ليش؟ لأنه علاقته linear relationship with increasing coronary risk factors. كلنا نتفق، الكل يتفق أن the accumulations of cholesterol تؤدي إلى arteries thickening and narrowing the artery and cause the blood clots to form plugs or narrowing for the artery supplying. كل متفق عليها هذه، انه يسبب تضيق، تراكمات طبعا الكوليسترول يسبب تضيق بالبلود ارتريز، وبالتالي ممكن تؤدي الى خثره، ممكن تؤدي الى تكون كلوتينج، ممكن مايوكارديك انفراكشنز، هارت اتاك، واذا هذا ما يخص rules of cholesterol. بالنسبة للو دنسيتي والهاي دنسيتي حسب فعاليتهم الشكل كل شيء يوضح انه اللو دنسيتي لايبوبروتين يجيب ويذب على الارتري، يذب عليه الكوليسترول، بينما الهاي دنسيتي لايبوبروتين يعتبر سكافنجر ينقل، يحاول انه ينقل الزايد عنه، بس يعني كل شيء الى قدره. تقريبا 70% من اللو دنسيتي من الكوليسترول اللي موجود بالارتريز في حال الهايبر كوليستريميا هو جاي بسبب اللو دنسيتي لايبوبروتين، لذلك يعتبر هو الباد كوليسترول، لذلك يسمى انه هو الباد كوليسترول. زين، الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين هل له دور؟ اي نعم له دور. ليش؟ لانه الايفالويتور في الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين له دور بالهايبر ترايجلوسيريميا، انه هذا كونسيدر ايضا البرايمري ريسك فاكتور because it's associated with a specific case with an increase in the atherogenic risk. TG إذا زادت راح يسبب أيضا نوع من depositions للليبيد، وبالتالي ممكن يسبب تراكمات accumulations وتقود نفس تراكمات ومخلفات الكوليسترول، وبالتالي نفس نتائج الهايبر triglyceridemia.
زين. الفاكتور اللي could be response for developing atherosclerosis مثل ما قلنا الايج بمرور الزمن، البلاد فازلز ممكن تفقد الكثير من خصائصها، ممكن تزيد تراكمات الدهون بها، ممكن تزيد ضيقها وحساسيتها وقابليتها للأكسدة، فالأيج تعتبر عامل من عوامل الريسك فاكتور. السكس الميل are affected more than female. Female incidence increasing after MC مثل ما قلنا. الميل سكس هرمونز might be atherogenics. الفيميل سكس might be protective. هذا أيضا عامل آخر يحمي النساء قبل سن اليأس. الجينيتيك فاكتورز أكو هواية لهم قابلية على أو عندهم family history على الهايبركوليستريميا، لذلك يصاب بارتفاع مستويات الكوليسترول عندهم. وعندنا الهايبرليبيديميا اللي هو increase مستويات البلازما ليبيد عندهم associated with increased factors للأثيروسكلروسيس مثل increase الكوليسترول and TG أو increase low density lipoproteins أو increase lipoproteinase هي بحد ذاتها، فكلها هذه عوامل ممكن تؤدي إلى الأثيروسكلروسيس. بس العفو دكتورة إذا ممكن سؤال. نعم. بالنسبة للريسك فاكتورز يعني تتضمن بس يعني زيادة الدهون مثلاً، زيادة الكوليسترول اللي نأخذه بالأكل بالدايت. نعم. أوكي. زين إذا مثلاً هاي الدهون الموجودة بالجسم أصلاً يعني من من الشخص يكون بحالة فاستينج، من الدهون نفسها تبدي يعني تتحلل أو يعني تتحول لطاقة. يصير لها عملية هضم. نعم. إيش بيها؟ زين هم تكون ريسك فاكتور. يعني من الجسم يعتمد على الكيتون بوديز او يعتمد على الدهون الموجوده به، ما يعتمد على الدايت الدهون الموجوده بالدايت، يعني هم تكون ريسك فاكتور. هسه حقول لك شغله. اي نعم. لا طبعا طريقه الحميه الغذائيه وما صار الضج عليه حاليا من استخدام الكيتونز بودي كمواد لانتاج طاقه او مواد حميه للتخلص من الدهون الزائده بالجسم، هذا دراسات الصراحة يعني حالياً أنا أقرأ عليها أشياء أغرب من الخيال الصراحة، جداً مفيدة الاعتماد خصوصاً بمسألة الانرجي of the brain، لأن مخلفاتها أقل من مخلفات الكربوهيدرات الصراحة. زين إذا كان الجسم عنده تراكمات من الدهون وبحالات الفاستنج يعتمد عليها، يعتمد أقصد على الدهون لإنتاج الطاقة، لا طبعاً ما راح تعتبر بالنسبة إلى ريس فاكتور، بالعكس الفاستنج راح يساعده أنه يتخلص من عدها من هذه الدهون الزائدة بإنتاج الطاقة خلال فترة من يكون فاستنج، وبالتالي ما تشكل خطر عليه، بالعكس راح يتخلص من عدها وهو يكون في مأمن بنفس الوقت. لذلك يعني أنا أنصحكم كلش هواية أنه تقرون البحوث اللي سووها الغرب على مسألة الصيام وفوائد الصيام والأشياء اللي يسويها الصيام من تجدد الخلايا وحماية الجسم وتنظيم الميتابوليزم بروسيس أور باثويز اللي يسويها الصيام خلال ساعات الصيام. فالدهون إذا كانت زائدة واستخدمها الجسم لا ما تشكل عليها خطر مهما كان مستواها. طبعا يعني من اقول مهما كان مستواها مو اقصد انه هي كلش اوفر اوفر اوفر، لا هي اكيد اذا كانت عبر الحد يعني الحد الاكبر من الطبيعي، يعني قبل ايش قد يريد يحرق من عندها خلال فتره الفاستنج اكيد راح يبقى هوايه، بس لو كانت يعني ما مشكله ذاك الخطر ممكن جدا انه يتخلص من عندها خلال فتره الصيام بدون ما يشكل خطر زائد عليه. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا لله. زين نجي نحكي على مستويات الهاي دنسيتي لايبوبروتين. الهاي دنسيتي لايبوبروتين كل ما ارتفعت طبعا كل ما كانت كل ما قللت خطر الاثيروسكلروسيس. ليش؟ لانه هي كلش مفيده. كل ما ارتفع الهاي دنسيتي لايبوبروتين كل ما نقل الكوليسترول وقلل خطره بالنسبه لي.
فالهاي دنسيتي لايبوبروتين يقول اسوشيتد وذ لو ليفل اوف اثيروسكلروسيس. So it's a sort of a protective effect against atherosclerosis. وأيضا إلى مساهمة بالinverse transport of cholesterol لأنه هو ينقل الـ transport from the cells to liver فيساعدني على أنه أنا أتخلص من شكو زايد عندي بالخلايا ودي للليفر حتى يتخلص من عنده. الهايبرتنشن أيضا يعتبر فاكتور كلش قوي يزيد الاثيروسكلروسيس لانه يعني تخيلون انه اني اصلا عندي ناروينج بال شو اسمه بالتراكمات يعني ناروينج بالبلد فازل بسبب تراكمات الدهون. هذه الناروينج يقلل مسار مجرى الدم. قلت مسار مجرى الدم ده يسبب لي ضغط بالاوعيه الدمويه. هذا بدي يزيد الاثيروسكلروسيس او دي يزيد ان جنرال مشاكل الكاردياك ديزيز. فوجود الهايبرتنسيف ايضا ما بعد خصوصا ما بعد سن ال 45 راح يزيد لي الميكانيزم يعني probably by mechanism injury of the artery wall due to an increasing blood pressure. راح يزيد لي عمليه ال low density lipoprotein oxidation عملية الأكسدت حصول الانجري بالبلد فازل وحصول الأكسدت للكوليسترول الموجود باللو density lipoprotein وبالتالي يعني تقدم البروسيس من أكسدت وتكون الفوما سيل والثرومبوسيس وهالأشياء. السيجارات سموكينج من يعتبر الثيرد ريسك فولد اوف الاثيروسكلروسيس بسبب الاكوميوليشنز اوف كربون مونوكسايد هالنوع من السم اللي ما حد واعي لي مع الاسف لي يعني مقدار تاثيره على اجسامنا. هذا السبب الرئيسي لعمليات الاكسدة للدهون وبالتالي تكون طبعا مو بس الكربون مونوكسايد نيكوتين السموك مال السيجاريت حاوي على هذه متل كلش هوايه من عندها الرصاص الليد واحنا عندنا مستويات ليد بويزنينج كلش هوايه اثبت الدراسات الحاليه واللي يعني انا من الناس سويت دراسه على الليد بويزنينج عند الاطفال الاوتستيك تشايلد لقينا مستويات لانه هو ياثر بطريقه يعني بمستويات يعني بدرجه اساسيه على البرين ديفلوبمنت فكل الاوتستيك تشايلد لقيت عندهم يعني برين ديفلوبمنت عفوا لقيت عندهم ليد بويزنينج يعتبرون بما انهم ما يعتبرون باسيف سموكر من البيرنتس ف يعني اكتشفنا فعلا انه هو السبب الرئيسي لانتشار الاوتستيك تشايلد ونسبته الكبيره كلش. فالسيجاريت سموكينج يعتبر المكتوب على العلبه السبب الرئيسي لسرطان الرئه وامراض القلب وهالاشياء. الديابيتس مثل ما قلنا بسبب الخلل اللي يصير بالبنكرياس وعدم افراز الانسولين بالصيغه الرئيسيه فالجسم ما يستفاد من السكريات والكربوهيدرات فيعتمد بالدرجه الثانيه على الليبيد يضطر يحرق الليبيد بصوره غير منسقه بصوره غير متساويه فيصير فد نوع من الديبوزيشنز ويعني الديسليبيديميا الابريجيليشنز داون ريجيليشنز صيغة غير منظمة فينتج عنها هايبركوليستريميا ممكن تكون سبب في الاثيروسكلروسيس. عندي أيضا other minor or soft risk factors هذه ممكن تجي من الستريس الأوبيسيتي الهاي كالوري انتيك دايت containing large مثلا quantities of fat الناس اللي يتناولون الريدي ميل الأكل الجاهز الأكل الغني بالدهون بدون ما ينتبه إلى النوعية بدون ما ينتبه إلى كم مرة مثلاً انقلب الزيت كم مرة شنو نوعية الدهون المستخدمة هل هو دهن نباتي هل هو دهن حيواني هالأشياء يعني هذه تعتبر يعني minor risk factor. إذا كان مثلاً عايش sedentary lifestyle بدون low activity low sports شو ما أقول أكل ونوم ما يفكر بصحته هالأشياء هذه كلها تعتبر يعني minor risk factors.
نفسية، الضغوط، الحياة، كلها ممكن تأثر بالبروجرس اوف اثيروسكلروسيس اكيد. زين، نيجي على اللو دنسيتي لايبوبروتين مثل ما قلنا، والريسبترز مالته قلنا انه هو من دون كل الانواع الله سبحانه وتعالى خلق له ريسبتر خاص به. هذا خلي احشي فد مره على الشكل، اوكي. هذا اللو دنسيتي لايبوبروتين ريسبترز، هذا شكله ده تشوفون متكون من 5 دومين. هذه الدومينز عبارة عن 5 مناطق، كل منطقة إلها فد وظيفة. شوفوا قدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا إذا صار خلل بي هذا الريسبترز، أي خلل بي بأي جزء من عنده، أي طفرة وراثية بتصنيعه، راح يسبب الهايبركوليستريميا، انه الكوليسترول من يجي على اطراف خلايا الكبد، الكبد ما راح يقدر يتعرف عليه فما يستقبله، فيبقى الكوليسترول فري بالبلس سيركوليشن وتبدا تصير التراكمات. نبدي نجي نحكي عليه. هذا الريسبتورز متكون من طبعا متكون من 800 839 امينو اسيد كلمث، متكون طبعا هو عبارة عن بروتين متكون 839 أمينو أسيد بالطول، أوكي. وفايف دومين مثل ما تشوفون 1 2 3 4 5، هاي 5 مناطق. كل منطقة، هذه كل منطقة إلها responsible for a ligand band of the receptors، مسؤولة عن أنه ترتبط بليجند خاص بها، أوكي. هذه الليجند تتعرف عليها، تتعرف على هذه الليجندات، هذه المناطق تتعرف على هذه الليجندات عن طريق شنو؟ عن طريق الابو بروتين بي 100 اند الابو اي. هذين النوعين موجودات باللو دنسيتي لايبو بروتين، لذلك هذا الريسبتورز هو خاص باللو دنسيتي لايبو بروتين فقط. most problem اللي تصير بهذا الريسبتورز هي نوعين ما لها غير يعني ثالث، شو ما نقول، لو يصير reduce باللو density lipoprotein activity، لو الفعاليته تقل لسبب من الاسباب هسه هنطرق لها ان شاء الله، او حيصير sub optimal binding للو density lipoprotein، يعني يصير يعني عدم قدرة الريسبتورز للارتباط باللو دنسيتي لايبوبروتين اللي حامل للكوليسترول، اوكي. هسه حنحكي نجي نحكي عليهن هاي المناطق. المنطقة الأولى، الدومين الأول، اوكي، يسموه أي ريبيتد دومين. هذا الدومين عبارة عن 40 أمينو أسيد، 40 أمينو أسيد. For each region من عنده أكو acidic amino acid that provide the negative charge for the ionic interaction necessary for the binding. شوفوا قدرة الله سبحانه وتعالى، 40 amino acid كلهن حامضيات، حامضيات ليش؟ حتى يوفرن شحنة سالبة. ليش شحنة سالبة؟ حتى يوفرون قدرة ترابط بين الريسبتورز و اللايبوبروتينز اللي راح تجي، اللو دنسيتي لايبوبروتين اللي راح تجي ترتبط، اوكي. سو هذا السيرفيس مال الريسبتورز متكون من حوامض 40 حامض اميني كلها بيها نيجاتيف تشارج. اذا تتذكرون الحوامض الامينيه النيجاتيف تشارج هي الجلوتاميك اسيد والاسبارتيك اسيد، اوكي. نيجاتيف تشارج ذا جلوستر ان ا بيت تتجمع on the cell membrane على الغشاء الخلية and the intercellular side of the bit is coated with the protein glycerin which is stabilize the shape of the bit. أكو داخلها بروتين اسمه الجلذرين، هذا يحافظ على شكل هذا الدومين، اوكي. خلص الدومين الاول. الدومين الثاني
عبارة عن يسموه epidermal growth factor. هذا عبارة عن الجزء الثاني من الريسبتورز contain subdomain وظيفتها تسوي contribute to the ligand releasing from the receptor following binding. بس حتى أوضحها، أنا عندي الدومين الأول إجا اللو density lipoprotein ارتبط بي، تمام؟ الجزء الثاني من الريسبتورز شو سوي؟ راح تساهم بأنه تخلي الليجند اللي هو اللو density lipoprotein ورا ما ينطي الكوليسترول مالته يسوي له ريليزنج، يقول له اتركها، اوكي؟ following the binding على مود يعني شلون نقول يفرغ الحموله ويروح. ف after binding the low density lipoprotein complex is internalizing by endocytosis. ورا ما ارتبط ب بالطبقة بالدومين الأول اللي تكون عندي المعقد اللو دنسيتي لايبوبروتين ريسبتر كومبلكس، راح يصير له يعني راح تتكون حوله مثل الحويصلة. هاي الحويصلة يقول a deficiency of functional low density lipoprotein cause a significant elevation in the plasma. هاي المنطقة، هاي المنطقة الثانية، الدومين الثانية إذا صار بيها أي خلل راح تسبب ارتفاع اللو دنسيتي لايبوبروتين وبالتالي زيادة الكوليسترول. فالبيشن with such deficiencies have type 2 hyperlipidemia. أوكي زين. الثالثة هسه قلنا إنه ورا ما ارتبط جل لو دنسيتي لايبوبروتين يتكون عندي الكومبلكس وصار عليه مثل الحويصله اندوسايتوسيس. الفيزلز اللي تكونت اللي هسه الحاويه على لو دنسيتي لايبوبروتين بالمنطقه الثالثه، المنطقه الثالثه عباره عن 58 امينو اسيد ريتش ان سيرين، غنيه بالحامض الاميني سيرين. هذه شنو شغلها؟ هذه شغلها work as a spacer region، تشتغل كمجرد مسافة between الدومين الثانية والدومين اللي بعدها، الدومين اللي عند بلازما ممبرين الدومين اللي بعدها. ليش؟ على مود تسوي عملية منع preventing البروتولايتيك كليفج، يعني عملية منع للتحلل أو خلع خلينا نقول of the extracellular domain، على مود هاي الدومينات ما تنفصل، ما تنفصل وتحافظ اي mutation او deletion، اي طفره او حذف of this region has no effect on the ligand binding. اذا صار خلل بالدومين الثالث ما راح ياثر على عمل الليجند، بينما اذا تتذكرون من قلت اذا صار خلل بالدومين الثانيه لا راح يسبب زياده باللو دنسيتي لايبوبروتين، ارتفاع نسبتها وارتفاع نسبة الكوليسترول. هسه الدومين الثالث إذا صار بها خلل ما يأثر، بس هي منطقة كلش مهمة لحتى تمنع البروتولايتيك كليفج اوف ذا اكسترا سيلولار دومين. زين نجي للدومين الرابعة. الدومين الرابعة هذه اندوسوم فيلز، البي اتش مالتها اندوسوم فيلز، عبارة عن ترانس ممبرين دومين، منطقة ناقلة من ذنيش الدومينات الثلاثة إلى الجوة الأكسرا الاندو عفوا. فالمنطقة الرابعة عبارة عن 25 أمينو أسيد sections enriched in hydrophobic amino acid that serve as an anchor. يعني هذا الأنكور مال السفينة، يعني شو يسموه بالعربي يا الله؟ مرساة. لا هذا اللي يثبتون به، اصور مرساة يسموه، هذا اللي يخلوه بالمي يعني حتى ينزل ويثبت السفينه. الانكر اي اللي يثبتها، لا عنده اسم لاخ. anyway وصلتكم الفكره هي. نعم. اوكي هو هذا اللي راح يثبت
تتخيلون عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا الدومين الرابع مال الريسبتورز اللي هو لا يرى بالعين المجردة، هذا الدومين راح يثبت الريسبتور كله بالبلازما ممبرين، يعني بالغشاء الخلوي للخلايا الكبد، تمام؟ لأن هو هذا موجود بخلايا الكبد، فراح يثبت الريسبتور كله بهاي المنطقة. فالدومين هو راح يكون مسؤول عن 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 هذه الوظيفة. فالدومين الرابعة حاوي على أمينو أسيد that serve as anchor للو دنسيتي لايبوبروتين ريسبتورز within the plasma membrane. هذا إذا صار بأي ميوتنت، أي طفرة أو أي خلل، هذا راح يصير بـ reducing the capacity to remain attached to the plasma membrane، راح يقلل قابلية الريسبتور للارتباط باللو دنسيتي لايبوبروتين. فهذا النوع الثاني، إذا صار بخلل راح يقلل قابلية الريسبتور للارتباط باللو دنسيتي، وبالتالي راح يزيد مستوى اللو دنسيتي لايبوبروتين بالدم، وبالتالي يزيد الكوليسترول. إذا صار عندي تو دومين، الدومين الثاني والدومين الرابع، إذا صار بهم خلل هم اللي راح يسببوا لي أو راح ينتج عنهم زيادة باللو دنسيتي وزيادة ب، طبعا من أقول خلل بما أنهم جينات فمعناته خلل وراثي، غير الوراثي ما بيها مجال يصير بهم خلل، تمام؟ الدومين الأخير هو الدومين الرابع. عن الدومين الرابع يعني، نعم. بالنسبة للفرق بين الدومين الثاني والدومين الرابع هو ايه؟ شنو؟ يعني حسب اللي أتصوره، ما أعرف إذا صح أو غلط، الدومين الثاني بالوظيفة أو أكو خلل بالوظيفة، يعني يجي اللايبوبروتين ما يرتبط، يعني الدومين الثاني بخلل، لكن الدومين الرابع يعني راح ينشلع ممكن الريسبتور لو شلون؟ لا 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 لا، هو مو مسألة شلع وما ينشلع، لا، المسألة إنه الحوامض الأمينية اللي موجودة بالدومين الثاني والدومين الرابع لو صار بيها خلل راح تضعف من ارتباط اللو دنسيتي لايبوبروتين، وبالتالي تفقد قابلية الريسبتور للارتباط به. من تفقد قابلية الريسبتور للارتباط به معناته ما راح تتعرف عليه، معناته ما راح تتعرف على اللو دنسيتي لايبوبروتين، معناته ما راح تسمح له للدخول داخل خلايا الكبد، معناته راح يبقى خارج الخلايا، معناته ما راح يصير له ميتابوليزم، معناته راح يزيد يصير له اكوميليشن برا. نعم دكتور، عشتيش الله يسلمك. الجزء الرابع الدوم، عفوا الدومين الخامس يسموه سايتوبلازميك دومين، هذا موجود داخل الخلايا، يعني الى الداخل، الجزء الداخلي الى الجزء الداخلي من الخلايا، عبارة عن مجموعة من الحوامض الأمينية، برولين، تايروسين، أرجينين، حوامض أمينية متنوعة متكون من 56 أمينو أسيد rich in glycine، ومن الداخل يرتبط بالسيترمينال قولوا يا سيترمينال للريسبتورز. هذا الجلايسين بوزيشن موجود بالبوزيشن اللي هو قلنا الأخير اللي هو 823 that required for the proper shortening of the receptor following the synthesis. هذا كلش مهم على مود يكون shortening يعني إعطاء الصيغة النهائية للريسبتر بعد تصنيعه. فهذا الريسبتر in general، وهذه هي وظيفة كل دومين من عنده، الريسبتر can be recycling، يعني ورا ما يؤدي وظيفته بإدخال اللو دنسيتي لايبوبروتين وأخذ الكوليسترول من عنده وإدخال الكوليسترول لإجراء عملية الميتابوليزم، ممكن أنه يعاد ريسايكلينج للأمينو أسيد وتصنيع ريسبتر جديد، يعني ورا ما استهلكت سبحان الله سبحان الله، ورا ما استهلكت ممكن يصير له ريسايكلينج. where اللايبوبروتين remnants، بقايا اللايبوبروتين اللي موجودة يعني كلو دنسيتي لايبوبروتين in the vessel are transferred to the lysosome، راح تحول إلى اللايسوسومات داخل الخلية على مود يصير لها عملية degradations، أوكي؟
بواسطة انزيمات خاصة موجودة بها، وريليزنج الفري كوليسترول والامينو اسيد والفاتي اسيد والفوسفوليبيد على مود تقوم يعني الخلية بعملية الميتابولايزنج الخاصة بها، وبالتالي الاستفادة من مكوناتها. وشوف هي حسب شلون تتخلص منها، تسوي لها الفيتنج، تحولها مثلا الى الفيت اوف الكوليسترول اللي موجود مثل ما تكلمنا عنه، اما تحولها الى بايل اسيد، او تحولها الى ستيرويد هرمون، او تحولها الى فيتامين دي، او حسب ما تريد. زين، هذا ما يخص الريسبتورز. هذا طبعا الكلام كله اللي حكيته اني موضح بالسلايدات اللي ورا، وايضا اني متكلمه عن يعني شرحتها بالها، ان شاء الله يوصلكم التسجيل. الفري كوليسترول بحد ذاته راح ينطيني، راح يشكل لي فد نوع من الفيدباك. هسه قبل شوي سأل زميلكم قال لو انا عندي كوليسترول زايد او عندي كالوريز داخل جسمي، فمن يصير لي فاستنج جسمي من يستغلها بانتاج الطاقه راح تبقى تشكل علي بالنسبه يعني شكل على ريس فاكتور؟ لا لا لا، ما راح يشكل ريس فاكتور طبعا لو كانت بكميات محدده، لانه هو نفسه الكوليسترول بحد ذاته راح يشتغل، يعني مو يشتغل عفوا، راح يعتبر فيدباك إلي، راح يعني ينطي جسمي فيدباك. شلون ينطي جسمي فيدباك؟ ينطي بطريقتين. خلي اكبر هالهاي انا ودي تشوفوها، واستخدم القلم. اوكي، الفري كوليسترول هو نفسه راح ينطيني او راح يعمل بجسمي بطريقتين يسوي لي فيدباك. اما تصنيع الكوليسترول تحتاج إلى ماسنجر، هذه كلها أنزيمات تصنع آنياً، تحتاج إلى ماسنجر لتصنيعها. فهو يثبط شلون ما نقول الأساس مالتها، يثبط الماسنجر مالتها. من يثبط الماسنجر مالتها؟ بعد ما تقدر الخلية تصنعها، فينطيها نيجاتيف فيدباك إنه ستوب، بعد لا تصنعي لي، أنا ما أريد. أوكي، فبهذه الطريقة الكوليسترول داخل الخلية لو كان صاعد داخل الخلية ممكن ينطي نيجاتيف فيدباك عن طريق هذه الطرق، يقلل أو ينطي نيجاتيف فيدباك للخلية، يقولها بطلي، بعد أنا ما أريد تصنعي لي، عندي ما يكفيني. تمام، نيرلي فينيش إن شاء الله. فقط البروسيس مال الاثيرو جينيسيس، انا متاكده انه انتم بالفسيولوجي ان شاء الله يعني حتاخذوها ان ديتيلز، فما حبيت كلش اتوسع. فقط انطيت نوتس يعني اباوت يعني البايوكيميكالز رولز اللي هي شلون راح تصير. انه اني الليبيد من تدخل بالارتري وولز، انا عندي ليبيد هسه تكومت بالارتري وولز، هي راح تعتبر الكي بروسيس بالاثيرو جينيسيس. ليبيد تكومت بالارتري هي اللي راح تعتبر الكي بروسيس. شلون هذه الهايبر كوليستريميا راح تعتبر فاكتور لما يسمى بالفازل سيل ادهيجن موليكولز. هذه الفازل سيل ادهيجن موليكولز عباره عن جزيئات وظيفتها ادهيجن، يعني عوامل تساعد على التصاق الخلايا. من تلتصق هاي الخلايا هي اللي راح تكون مسؤولة عن تكوين الخثرة، الفوما سيل، الكلوتينج، شو تبي يسموها، اوكي؟ هذه منو يساعد عليها؟ منو يساعد على تكوين هذه الادهيجن موليكيولز؟ وجود او كثرة او ارتفاع مستوى اللو دنسيتي والفيري لو دنسيتي، which is most atherogenic، اللي هي من تدخل البازل وول will make the process more easily and more likely. طبعاً the low density lipoprotein in the plasma are protected against the oxidation by vitamin E. أني الأوعية الدموية أو in يعني in general الأغشية مالتي الدهنية محمية المفروض against the oxidative or the oxidation process by the vitamin E. والبلازما بينما الأغشية خلينا نقول أو الأوعية المائية مثل المجرى الدم والأشياء محمية من الأنتي أوكسيدنت اللي هي البيتا كاروتين والفيتامين أي. إذا ذول الاثنين نقصوا فالأوكسيديشن يصعد عندي. زين،
out of a plasma, low density lipoprotein phospholipid and the fatty acid ممكن ببساطة إنه تتأكسد. Without exudate فمعناته راح يسبب لي damage بالإندوثيليوم. من أقول damage معناته أكو عوامل أثرت عليها. هذه العوامل حكينا عليها سابقا اللي هي الهايبرتنسيف، الدايابيتيك، السيجاريت سموكينج وما إليه. هذه low density lipoprotein لو صار لها damage واتأكسدت معناته راح تخلي الاندوثيليوم مالتي becomes more permeable، يعني يصير نفاذة. من يصير نفاذة معناته هاي العوامل اللي تأكسدت، الدهون اللي تأكسدت تدخل داخل الاندوثيليوم. من تدخل داخل الاندوثيليوم راح تكون طبقات، هذه الطبقات راح تخليها يعني طبقات مؤكسدة. من أقول طبقات مؤكسدة معناته تخلت الاندوثيليوم losing للسيل ديفنس كواليتي، أفقدتها قدرتها على الدفاع. من أفقدتها قدرتها على الدفاع معناته صار انفلاماتوري. من صار انفلاماتوري معناته وصلت للفزل وول. من وصلت للفزل وول معناته وصلت المشكلة مالتي حدها. بعد راح يصير reducing للنيتريك أوكسيد بايو أكتيفيتي، زادت عندي الأوكسيديتيف ستريس، وراها ظهرت عوامل العوامل الدفاعية اللي ممكن تظهر اللي هي مثلاً الألفا نيكروسيز، الانترلوكينز، الانترفيرونز، المونوسايد أتراكشنز. هذه كل العوامل راح الهجوم يزيد، يصير في نوع من الأوتو إيميونز زيد المشكلة، تتكون الفوماسيال، تتكون الثرومبوسيس وتحدث المشكلة مالتي. تكونت الفوما خلاص، صار الأثيروسكلروسيس. سبب الرئيسي كان أكسدة الدهون، ارتفاع الدهون. ارتفاع الدهون كان سببها إما زيادة بعدم السيطرة على نقل الدهون أو تصنيع الدهون أو خلل بريسبترات الدهون، وهي هاي كانت المشكلة الأساسية. This is the end of the lesson. Thank you very much. If you have any questions, I'll be happy to answer. Thank you very much to you. شكرا جزيلا دكتورة على جديدك وممنونين من حضورك. الله يسلمك. إن شاء الله يوصلكم التسجيل. بس الحضور يعني فتشي مو طبيعي، يعني ليش شي هالقد حاضرين؟ المرحلة 300 وما أدري إيش قد حاضرين، بس ما أدري إيش قد وال 300 ما أدري وين. على العموم أنا سجلت يم الحضور وإن شاء الله يعني يؤخذون بنظر الاعتبار. يبقى المختبر، تحبون أرسل التسجيل الصوتي إلى لو